أعلنت جامعة بيرزيت عن إطلاقها جائزة الشهيدة شيرين أبو عقلة للتميز الإعلامي، وهي جائزة سنوية تستهدف الإعلاميين الفلسطينيين وتهدف إلى تحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قضية فلسطين. ومباشرة يسعدني أن أرحب ضيفنا عبر الخط الهاتفي الدكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. صباح الخير، أهلا بكم. تحياتي لك دكتور. يعني بداية لنضع المستمعين والمشاهدين في صورة حول هذه الجائزة، جائزة شيرين أبو عقلة للتميز الإعلامي، تفضل. نعم، نحن في جامعة بيرزيت نعتبر أن الجامعة هي البيت المهني الثاني لشيرين أبو عقلة، لأنها كانت قد تعلمت في جامعة بيرزيت وكذلك علمت ولمدة طويلة ودربت صحفيين في جامعة بيرزيت، وبالتالي أولا تكريما لها، وثانيا إحياء لذكراها، وثالثا من أجل المساهمة في أن يعم وينتشر النموذج الذي مثلته شيرين أبو عقلة من أداء مهني صحفي متميز. فقد ارتأينا أن ننشئ جائزة سنوية للتميز في الأداء الإعلامي يسمح بالتقدم به لصحفيين وصحفيات فلسطينيين من كل فلسطين التاريخية، والموعد النهائي لتقديم الأعمال للمسابقة هو بداية شهر أيار، وسوف ننظم حفلا في ذكرى وفاتها في 11 من أيار ليعلن فيه عن الفائزين والفائزات، وتكون مناسبة لإحياء ذكراها وتكريمها في الوقت نفسه. نعم يعني دكتور، أيضا هل هناك شروط معينة لهذه المسابقة خاصة على المواد الإعلامية المقدمة يعني هذه المسابقة أم ماذا؟ سيكون في الحقيقة 3 جوائز، واحدة لعمل في المجال الصحفي المرئي، وآخر في المسموع، وثالث في العمل الصحفي الرقمي. نعم. والفرصة متاحة لأي صحفي وصحفية في فلسطين التاريخية. نعم، وأيضا من هنا كنت أود سؤالك أيضا دكتور. نعم. يعني أنه هل هذه المسابقة فقط تقتصر على فئة معينة من المجتمع الفلسطيني، فقط على الصحفيين في الضفة، أم أيضا نعم. تشمل غزة وداخل المحتوى؟ نعم، تشمل كل فلسطين التاريخية، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ومناطق 48. يعني أي صحفي أو صحفية، مجرد أن يكون فلسطيني وصحفي، هذا يجعل الشخص مخول للمشاركة في هذه المسابقة. وقد أنشئت لجنة مختصة على مستوى عالي من المهنيين والأكاديميين الصحفيين، بعضهم من أساتذة الجامعة وبعضهم من خارجها، الذين وضعوا المعايير المهنية الموضوعية والذين سيحكمون بين الأعمال المقدمة. نعم، يعني أيضا يا دكتور، يعني ما هي نوعية المواد التي ستقدم، أو أيضا يعني ما هي معايير التقييم أيضا التي بناء عليها ستقيمون المراتب؟ المواد كما قلت، أي مواد مرئية، أي إنتاج إعلامي مرئي أو مسموع أو رقمي يحق له، يمكن تقديمه للمسابقة. أما المعايير فهي معايير مهنية مختصة تضعها اللجنة المسؤولة وتعلن عنها في وقت الإعلان عن الجائزة. نعم، يعني أيضا دكتور، لكل من يريد المشاركة، ما هي طرق التواصل معكم وأيضا التقدم لهذه المسابقة؟ التقديم يمكن أن يتم بشكل مباشر الحضور إلى الجامعة، ويمكن أن يتم أيضا عن طريق إرسال المواد بالإيميل، حيث أن الإعلان الموزع من قبل اللجنة يتضمن على عنوان بريدي المخصص لاستقبال هذه الأعمال. نعم، يعني أيضا دكتور، يعني هذه يعني تم الإعلان عن هذه المسابقة منذ عدة أيام، كيف ترى الإقبال أيضا على هذه المسابقة من خلال الشارع والإعلاميين الفلسطينيين؟ الإقبال جيد، ونحن نأمل بأن تساهم هذه المسابقة في تعزيز الأداء الإعلامي النوعي
وأن تساهم أيضا في إحياء وتخليد ذكرى الشهيدة، وكذلك نأمل أن تعطينا هذه المناسبة فرصة لتعزيز الحديث في موضوع الأداء الصحفي المتميز والناجح، بحيث تكون شيرين أبو عاقلة وأدائها المتميز هي القدوة التي يسعى الصحفيات والصحفيين الشبان للاقتداء بها. نعم، يعني أخيرا دكتور، عند كل عمل تقوم به جامعة أبير زيد، جامعة الشهداء، يكون هناك هدف ورسالة معينة، سواء للاحتلال أو حتى للمواطنين وللطلبة على وجه الخصوص، وهنا من خلال هذه المسابقة ما هو الهدف والرسالة؟ الرسالة الأساسية هي دعوة الصحفيين وحثهم وتشجيعهم، وكذلك الصحفيات وخاصة الشبان، لأن تكون شيرين أبو عاقلة من حيث تميز أدائها الإعلامي ومن حيث إقدامها الوطني نموذجا يحتذى من قبل جمهور الصحفيين والصحفيات. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا أود شكرك دكتور غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.